بسم الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نعمل مع بعض شوية فطير كده سهلين جدا. هنجيب الدقيق بتاعنا أي كمية أنت عايزة تعمليها، هتحطي عليه شوية ملح زي، وهتحطي معلقة أو اتنين سكر، وهنعجن بمية تكون فترة ما فيش خميرة خالص. هنفضل ندي للدقيق بتاعنا مية بالتدريج لحد ما يتعجن معانا ويبقى استرتش كده، لا هو ناشف يابس قوي ولا هو طري. تشديها كده تتشد في ايدك لفوق ما تتقطعش معاكي. وبعد كده اهم حاجة في الفطير انك تسيبيه يرتاح، يعني نسيبه يرتاح كده حوالي نص ساعة قبل ما نبتدي نفرده. هنشوف طريقة الفرد دي، هنفرده بالطريقة السهلة دي. مثلا احنا عملنا كيلو، هنا هتجيبيه على الترابيزة عندك او على رخامة او على الطبلية ايا مكان اللي عندك، وهتحطيه تفرديه بالطريقة البسيطة دي. اهم حاجة في الفطير يا جماعة حاجتين، انك تعجنيه كويس جدا وانك تريحيه. اما طريقة الفرد دي بقى كل واحد الطريقة اللي تريحه والاسهل بالنسبة له، في طرق كتير جدا يقدر يعملها. الطريقة دي سهلة جدا جدا. احنا هنفرد العجينة بتاعتنا كلها طبعا دهنا الطبلية زيت، وبعد كده فردنا وبلين ايدينا بالزيت كده، ده خليط بقى زبدة على سمنة تحطيه فيه. طبعا الحلو في الفطير لما تعمليه في البيت ان انت بتتحكمي في الزيت والسمنة اللي انت عايزة تحطيه غير برة، وعارفة انت حاطة ايه كمان، هتحطي سمنة بلدي، هتحطي زبدة، هتحطي لنفسك في كل. شايفين العجينة معايا عاملة زي الاسترتش لانها ارتاحت. حطيت انا الزبده او اللي انا عايزه احطه فيه كلها ولميته بالطريقه دي، وقطعتهم زي ما انت شايفه كده رول لثلاث حتت، ثلاث قطع قد بعض. برده هسيبهم يريحوا بين كل مرحله ومرحله، هتسيب الفطير يريح زي ما انت شايفه كده. هفرده بالطريقه دي، ارجع افرده تاني، هعمله مستطيل شويه كده وارجع المه على بعضه تاني. طبعا الفطير مش من الحاجات المكلفة خالص، وتقدري لو ما عندكش عجان تعمليه برضو بكل سهولة. هو الفكرة ان هياخد منك عجن هنقولي 12 دقيقة على ايدك، والمية والحاجات دي انت اللي بتحكمي فيها. شايفين لمتها تاني، ودي تعتبر المرحلة الاخيرة اللي انا بقى هجيب الصينية بتاعتي ادهنها. هنعمل كمان واحدة اهي بكل بساطة، نفرد وبعدين نلم على بعضه. التلاتة هيتعملوا بنفس الطريقة، هلمها كده تاني كده. عملتهم بالتلاتة، اجيب الصينية بتاعتي وادهنها سمنة وزبدة اي حاجة عايزة ان شاء الله تدهنها حتى زيت، وهتحط القطعة بتاعتك وتغطيها وتسيبها تريح معاكي اقل حاجة خالص، طبعا على حسب الجو. لو في الصيف هيبقى نص ساعة، لو في الشتاء هيبقى ساعة، وتحطيها في مكان تريح بقى معاكي خالص العجينة بعد الفرد والحاجات دي. هحط التلاتة كده مع بعض، وبعد كده هجيب صواني وانقلهم فيها، كل صينية كل فطيرة في الصينية اللي هتدخل فيها في الفرن. طبعا كل صينية على حسب حجم الفطيرة، وطبعا كل ما فردت قوي كل ما الفطير هيبقى معاكي ناشف ورقيق. هتسيبيها سمكها مثلا، عايزاها يبقى سمكها معتدل، هتخليها مثلا حوالي نص سنتي. هتفردي عن كده هترق معاكي وتبقى ناشفه كده. عملنا الثلاثه بنفس الطريقه، يبقى احنا خلينا متفقين ان الفطير لازم يتعجن كويس جدا جدا لحد ما العجينه بتبقى معاكي ناعمه ولينه شويه، ما تبقاش يابسه. وهنريحه بعد كل مرحله يرتاح، بعد ما نعجن هنريح، وبعد ما نفرد هنريح. زي الماده الدهنيه بقى تقدري تحطي على الوش زي ما انت عايزه كده زبده، تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. بعد كل تانية وفردة بتعمليها تقدري تحطي بين التانيات والفردات بتحبيه قد ايه، وراجع ان انت عايزه تحطي فيه قد ايه سمنه وقد ايه. احنا بنحبه وسط، يعني لا اللي هو ناشف قوي ولا اللي هو فيه دهون كتير، طبعا لان في الاول وفي الاخر الدهون دي ما تبقاش حاجه صحيه. هفردها بعد ما ارتاحت كده، شايفين بتتفرد معاكي بكل سهوله. بعد ما فردناهم بكل سهوله وريحوا معانا، ما بياخدوش معاكي وقت خالص طبعا في الفرن. بتسخني الفرن عندك سواء كان فرن البوتاجاز او فرن غاز اللي هو بالانبوبه زي كده، بيبقى بتسخني الفرن كويس وتدخليهم
يعني النار تبقى وسط، لا عالية ولا هي واطية قوي. وشايفة الفطير طالما ريح معاكي هيديكي نتيجة ممتازة، ان الفطير بيتنفخ معاكي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. كل فطيرة ممكن نقولها تاخد لها حوالي من 5 ل7 دقايق في الفرن وتخرج، وهتبقى النتيجة حلوة جدا. كل ما هتديله حقه في العجن والترييح في الفرد وبعد كل خطوة هيدي معاكي نتيجة حلوة جدا. ليكي حرية الاختيار لما يخرج تسقيه كده بالحاجات السمنة او اي حاجة او حاجة تضيفها له وتغطي عليه عشان يبقى طري يطري معاكي. طبعا هنا كان الفطير سخن جدا. نيجي بقى لطرق فرد دي مرة تانية، عملت الفطير واقولك على طرق فرد تانية. ده الفطير بتاعي برضو عجنته بنفس الطريقة، مية ومية فترة وملح وسكر، شوية سكر. الفطير ما بتحطلوش خميرة يا جماعة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. الطريقة دي من الطرق السهلة جدا والحلوة جدا. انت هتقسمي العجين بتاعك، يعني مثلا هتبقى معايا كورة كبيرة، ومثلا على حسب ما انت عايزة الرقات، ممكن عايزاه 11 طبقة او عايزاهم 15 او عايزاهم 22، على حسب انت عايزة رقات الفطيرة بتاعتك قد ايه. هنعمل واحدة كبيرة وهنعمل الباقيين صغيرين، تقريص صغيرة كده، قطع صغيرة قد الليمونة، ودي هنقول قد الاستفندية كده، ونفردها زي ما انت شايفة كده. انا بفرد بالسمنة والزبدة الطريقة دي سهلة جدا وبتديك فطير مورق وبكل سهولة. فردنا الكبيرة اللي هي الام اللي هنحط في وسطها بقية الفطير، هنعمل كله بنفس الطريقة. هنجيب بقى القطع الصغيرة، قلت لك راجع لك الموضوع، اعملي يعني متوسط، اعملي مثلا 15 واحدة في قلب الفطيرة الكبيرة، هتدي معاكي بقى الفطيرة اللي هي بالحجم الكبير قوي، اكبر من اللي احنا بنشتريها من المحلات من بره، على حسب الصينية اللي عندك قد ايه. الصغير طبعا ما تقلقيش خالص، حته اتقطعت حته كده ولا يهمك خالص، مفيش مشكله، كل ده بالداره ومش بيبان. هنعمل بقى ال 15 واحده اللي احنا قرصناهم بنفس الطريقه. الموضوع سهل بس عايز وقت، يعني عشان تعملي موال الفطير ده عايزالك اقل حاجه خالص ساعتين ثلاثه، يعني تعجنيه تريحي وما تعديش للفطير مخصوص عشان هتملي، هتريحي وتسيبيه تعملي حاجة جنبيه وسايباه يتفرد كده، يعني زي ما انت شايفة كده كل الطبقات بنفس الشكل. الطريقة دي رغم ان هي بتاخد وقت شوية بس اضمن طريقة، سهلة جدا جدا ومضمونة، لان الطبقات كلها بتبقى قد بعض، ولا حتة تخينة ولا حتة. بعد ما خلصنا هنجيب الام كده نفردها على كل الطبقات اللي احنا عاملينها بنفس الطريقه كده. بعد كده هنجيب الصينيه بتاعتنا فيها زيت سمنه وايه، ونشيلها بقى على ايدنا كده بالراحه، ونحط بقى التنايات دي تبقى لتحت ونحطها في صينية تريح بقى عما نخلص الباقي. دي طريقة تانية، تفردي الفطيرة زي مستطيل كبير كده وتحطي السمنة جواه، وتمسكي بالقطاعة أو بالسكينة أو أي حاجة عندك تعملي فتحات قدام بعضها بالطريقة دي، بس ما توصليش، يعني لازم تسيبي في النص حتة تعملي بنفس الطريقة اللي أنا بعمل بيها. أنا شايفة إن الطريقة دي سهلة بس مش حلوة قوي، او يمكن هي ما ظبطتش معايا، الله اعلم. انا شايفه ان الطريقه اللي انا اعمل قطع واحطها في القطعه الكبيره دي حلوه، الطريقه دي سهله جدا، بس انا حاسه ان في مش كل الطبقات زي ما انت شايفه كده بتبقى قد بعضها، الا اذا ظبطتيها قد بعضها شايفه، واما اجي المها على بعضها تحس ان هي فكت من بعضها وجمعتها تاني تحس ان في حتت تخينه وحتت لا. دي طريقة برضو سهلة، هنفرد كل العجينة القطعة معانا على الطبلية او على اي حاجة عندك، افرديها بقى بنشابة، افرديها كده، وبعدين هنقعد نشد في الفطيرة كده بحيث نرقاها يعني، وبعد كده نحط السمنة بتاعتنا. دي هنا السمنة بتاعتك، وما يهمكيش من موضوع القطع ده خالص،
عادي عادي عادي. بعد ما عملناها كده هنبتدي بقى نلمها. لمينا بقى كل الطبقات على بعضها ونرجع نحط كده سمنة. عايزة تحطي تغرقي سمنة براحتك. اهي جمعناها بالشكل ده. الطريقة دي حلوة قوي. يعني انا كده معايا تلات طرق حلوين. الطريقة الاولى اللي فردنا وقطعنا منها تلات قطع بعد ما حطينا الزبدة، والطريقة اللي احنا فردناها دي. هنا بقى الفطيرة بتاعتي كانت ارتاحت. تقدري تحطي على وشها سمنة، وش اللبن اذا شايلاه. وش اللبن بيديله لون حلو قوي وبيديله ريحة حلوة جدا. هنا الفطير بتاعي بعد ما فردته اللي في الصواني دول، واحدة اللي انا قطعتها بقطعت البيتزا، والتانية اللي انا فردتها، والتالتة دي اللي هي الرقات. شايفين بتبقى منفوخة في الفرن عاملة ازاي، وشكلها لما بتطلع بتبقى تحفة. طبعا الفطير اول ما يطلع لازم يا جماعة نغطيه. لو مش هتحطوا له سمنة او مش هتحطوا له اي حاجة، لازم تغطي الفطير بتاعك. دي النتيجة بتاعتها، وده الشكل. شايفة طرية جدا، مورقة ما شاء الله. الطبقات ما تعديش يعني حوالي 16 طبقة في نص الفطيرة. طبعا الفطيرة كانت سخنة هنا، وصعب قوي ان الواحد يمسك الفطير وهو سخن. بحاول ان انا امسك بس الموضوع صعب، بس النتيجة مضمونة.